السيد اللواء محمد صلاح ابو هميله، مشرفنا في موقع صدى البلد الاخباري، وطبعا سيادتك الامين عام حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنه الكتله البرلمانيه في البرلمان. لو هنتكلم اليوم عن جلسات طبعا الحوار الوطني بيستكمل جلساته ونقاشاته، وتحديدا جلسه مباشره قانون الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي. لو انا اتحدث عن جلسه اليوم، الحقيقه الجلسه النهارده كانت يعني فيها مقترحات كويسه جدا جدا، سواء من حزب الشعب الجمهوري او من الاحزاب الاخرى. يعني احنا اقترحنا ان يبقى تعديل المبالغ المخصصه للدعايه للمقعد الفردي او المرشح الفردي. هي دلوقتي في القانون 500,000، 500,000 دول في ظل ارتفاع اسعار وسائل الدعايه ما يكملوش شارع في الدنيا، فاقترحت ان هو يبقى 1,000,000 جنيه. وايضا بالنسبه للقوائم اللي بالنسبه للدعايه للقوائم محطوطه بعدد المقاعد في القائمه، واقترحت ان نقول والله الفرد اللي يترشح على القائمه يبقى معدل مصاريفه 100,000، نضرب بقى في عدد المرشحين على القائمه 20، نضرب في 150، بدل ما نقعد نحدد يعني في القانون محدده 15 و45. ايضا الحقيقه المقترح كان كويس جدا، العاملين في الخارج الحقيقه يعني عددهم كبير جدا، يتجاوزوا 9 مليون. للاسف اخر تصويت كان عددهم اللي صوت 350,000. الحقيقه اللي بره ده عايز حاجه سهله، لان اتساع المساحات يعني لو في السعوديه الانتخابات بتتم في الرياض وهو في جده مش هيروح، اكيد مش هيروح. فقلنا يعني ننظر في موضوع التصويت الالكتروني في الخارج، لان فعلا لو تم هذا الموضوع العدد فعلا يوصل ممكن ل 5 مليون. لان تم بالفعل مناقشه قصه التصويت الالكتروني وايضا قصه الدعايه الانتخابيه او تم. كيف ترى هذه التسهيلات وايضا الضمانات، فكره الضمانات، هل كيف ستدار هذه العمليه خاصه الناس بتطبق لاول مره الضمانات لنجاح هذه العمليه؟ احنا حضرتك بتروح البنك تحط الكارت بتاخدي فلوسك، في ثانيه بيجي لك رساله على الموبايل ان سحبت كذا. التطبيق ده نطبقه في يعني اختراقه يبقى صعب قوي، حد يقدر يدخل على الحساب بتاعك ويبعت؟ ما انت هتعرف. انا اقصد التطبيق دلوقتي العلم تقدم جدا في الوسائل التكنولوجيه دي، نقدر نحط ضوابط، والناس المتخصصين في هذا المجال تقدر تعمل لنا ضوابط بحيث لا يحدث اختراق لهذا النظام خاصه في العاملين في الخارج. ايضا حان الوقت ان احنا نطبق التصويت الالكتروني داخليا لبعض الفئات، بمعنى الشباب دلوقتي لما بيجي عندنا في البلد عند دايره العياط الطابور بيبقى طويل، والشاب ما عندوش دماغ انه يقف في اخر الطابور عشان يقف ساعه عشان يدخل او ساعتين عشان يقف في الجلسه. الشاب معاه التليفون بتاعه ما يسيبوش، ما المانع برضه نعمل برنامج داخليا ويبقى اللي عايز يصور الكتروني من خلال التليفون المحمول بتاعه برضه من خلال برنامج منضبط محدش يعرف يخترقه يصور. اما الستات اللي عندنا في البلد مثلا ما معهاش تليفون او ما تقدرش تقوم بالدور ده ناخدها اللجنه، مش مشكله. مقترح يا فندم التصويت الالكتروني للداخل تحديدا، الخارج الامر قد يؤخذ على محمل الجد، الخارج طبعا لظروف الولايات المختلفه والبعد. التصويت الالكتروني الداخلي فئه الشباب، الولاد ما عندهمش وقت وعايزين حركه سريعه. عشان التطبيق سيلغي فكره التطبيق التصويت الانتخابي العادي؟ لا عادي، لازم الاثنين يبقوا مع بعض، لازم الاثنين يسيروا في مسار. عندنا سيدات ما بتعرفش تقرا وتكتب اساسا، ويعني احنا لما بندخلهم لهم العلامه اهي والرمز موجود، يعني من الرموز الستات اللي في بلدنا ما تعرفش تنتخب، حتى الاسم ما تعرفوش، احنا بنقول لها انتخب الرمز الفلاني، فبتدخل تقول الرمز الفلاني. ففي فئه من المجتمع تتعدى ال 40%، انما انا بتكلم على فئه الشباب بتمثل 60% من حتى عدد السكان، وبالتالي من عدد الناخبين. دول الفئه دي لو خاطبناها بالشكل ده انا واثق ان بدل ما بيحضر العدد الموجود هيزيد اكتر من 50%. لو نظرنا للامر من منظور اخر، هو تسهيل وتحفيز ايضا على الانتخاب، على انه بالظبط. هي الحقيقه هتعجب قوي، هذا الموضوع هيعجب الشباب جدا، لانه معاه تليفون ويقدر يصوت من خلاله. احنا ممكن نستخدم البنوك في التصويت،
يعني ممكن يستخدم المكان اللي بيسحب منه الفلوس ده في التصويت. اي برنامج يتعمل هيبقى فيه ضوابط طبعا، والفنيين هيأمنوه تماما لعدم ان حد يدخل فيه ويغير في اي نتائج. برضو الحقيقه كان فيه مقترح ان الاحزاب بتدي ممكن تساعد مرشحيها ب 5% من رقم الدعايه. انا شايف ان عشان نقدر نجيب شباب ما معهوش فلوس، يعني ما فيش فلوس معايا، احنا عايزين نعمل الدعايه كحزب، نقدر نساعده كدعم، نقدر نساعده مثلا في حدود 25%، لا مش 5%. الحقيقه برضو الشخصيات الاعتباريه شخصيات طبيعيه كاتبين انها 5%، انا شايف انها ترفع تبقى 10%. شايف فكره ضوابط الدعايه الانتخابيه هل تحتاج الى تعديل وفقا لتشريع؟ والله هو يعني بيبقى في توقيتات لهذه الدعايه، ومحتاجين فعلا ان وسائل الاعلام المختلفه في موضوع الحضور الحقيقه تبقى معانا. يعني لازم، انا قلت في كلمتي كلمه حزب الشعب الجمهوري، قلت لازم وسائل الاعلام، احنا كاحزاب، المجتمع المدني، الكنيسه، الجامع، لازم يحس المواطن على المشاركه في الانتخابات. ده مهم جدا والله، لان الحقيقه النسبه بتبقى يعني مقارنه ببعض البلاد الواحد بيبقى مش مبسوط، واحيانا بنروح للناس في بيوتها عشان نطلعها، ما عندوش الرغبه في انه ينتخب، في حين ان هو عارف المرشح وعارف وعايز يجامله، بس هو مش قادر يروح، خصوصا فئه الشباب اللي انا بخاطبهم فعلا، وبتمنى انهم يكونوا سامعيني، والانتخابات الرئاسيه اللي جايه يفرحونا كده ويقفوا قدام اللجان ويدخلوا ينتخبوا.